Sofiane Ambly a été interpellée vendredi Sofiane dernier. Sofiane Ambly, petit dealer de Mulhouse. Sofiane Ambly, plus gros trafiquant de drogue. Sofiane Ambly, c'est le nom de ce baron français de la drogue. Sofiane Ambly, c'est d'abord une intelligence extraordinairement rapide. 20 سنة سجن النافذة الحكم أصدرته محكمة الاستئناف بالرباط الأسبوع الماضي في حق سفيان حنبلي ذو 46 سنة الفرنسي ذو الأصول الجزائرية المتهم توبع من أجل جرائم بينها تكوين عصابة إجرامية لغرض ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات وغسيل الأموال والتزوير واستعماله. حنبلي الملقب بلولوجيستيسيان ازداد سنة 75 في مدينة ميلوز الفرنسية قبل انتقاله في سن 18 إلى مدينة خيرون الإسبانية ليبدأ نشاطه في التهريب الدولي للمخدرات، وهناك ربط علاقات قوية مع مروجين ينحدرون من جنسيات مختلفة فرنسية وإسبانية وبرتغالية ومغربية بهدف تهريب وترويج المخدرات في أوروبا. سفيان استطاع اختراق شبكات دولية لتهريب مخدر الحشيش في إسبانيا قبل أن يمتد نشاطه إلى الاتجار في المؤثرات العقلية بسويسرا وألمانيا ليحقق أموالا طائلة تقدر بملايين اليوروهات. نشاط حنبلي الإجرامي قاده إلى الاعتقال عدة مرات في كل من إسبانيا والمغرب وفرنسا، وخلال فترة اعتقاله بفرنسا حظي بمعاملة خاصة قبل أن يتمتع بإفراج مؤقت سنة 2018، خطوة فضحت تجنيد حنبلي من قبل الاستخبارات الفرنسية. حنبلي نفذ عمليات اختراق وتسليم شحنات هامة من المخدرات بإيعاز من الجهاز الأمني الفرنسي. نهاية نشاط حنبلي كانت على يد المصالح الأمنية المغربية بطنجة بعد إدراج اسمه على قائمة المطلوبين لدى الانتربول على خلفية قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال. وخلال التحقيق اعترف حنبلي بكونه عميل للاستخبارات الفرنسية وبكونه كان يجني ما بين 4 و5 ملايين يورو في كل عملية اختراق كان ينفذها لفائدة الشرطة والمخابرات الفرنسية، وأضاف أنه نفذ أزيد من 50 عملية تسليم مراقب للمخدرات بين المغرب وإسبانيا وفرنسا، وأكد حصوله على أزيد من 4 ملايين يورو عن كل عملية، كما تحدث عن تنسيقه مع فرانسوا تيري المدير السابق للمكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.